everybody get your fucking hands up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. خلاص رسميا مانشستر يونايتد بتعلن عن رحيل أولي جونار سولشاير بعد رباعية ليستر وبعد خسارة يونج بويز وبعد خماسية ليفربول وثنائية السيتي وأخيرا رباعية واتفورد. أخيرا إدارة مانشستر يونايتد بتعلن رحيل أولي جونار سولشاير. حاليا مارك إيريك هو المدرب الاحتياطي المؤقت اللي هيمسك مانشستر عبال ما يجيبه مدرب. في اسامي ياما مطروحه على مانشستر ولكن غير مؤكده. ان شاء الله هنلم الموضوع كله في الفيديو بتاعنا النهارده. حط لايك قبل ما نبدا، اشترك في القناه لو جديد ومش مشترك، وفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش في تفاصيل الفيديو. طيب خلينا في البداية هنتكلم عن وضع مانشستر حاليا سواء في الدوري الانجليزي ولا في دوري ابطال اوروبا، وبعد كده هنتكلم عن الفترة بتاعت سولشاير كان فيها ايجابيات وكان فيها سلبيات. زي ما الفترة كانت وحشة على مانشستر، لا مانشستر كسبت حاجات حلوة منها وطلعت بايجابيات. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن الاسماء المطروحة والمدربين المحتمل ان يكونوا مدربين لمانشستر يونايتد. تمام، حاليا وضع مانشستر يونايتد بتعاني معاناة شديدة جدا في الدوري، في المركز الثامن في الدوري الانجليزي، وممكن ما تصعدش اصلا دوري ابطال اوروبا، حاجة مش بعيدة. اما في دوري ابطال اوروبا مانشستر يونايتد في مجموعة صعبة جدا، قدامها ماتشين، ماتش قدام فيا ريال وماتش قدام يونج بويز. مانشستر مطلوبة منها ان هم لازم يكسبوا الماتشين دولت، او على الاقل يكسبوا ماتش ويتعادلوا ماتش. اي نتيجة غير كده مانشستر يونايتد مش هتصعد لدور ال 16 من مسابقه دوري ابطال اوروبا. طيب زي ما فتره أولي جونار سولشاير كان فيها سلبيات، لا كان فيها برضو ايجابيات. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يعني الحاجه اللي مثلا اللي مانشستر كسبتها من فتره سولشاير، التعاقد مع افضل صانع العاب في العالم شبه برونو فرنانديز، التعاقد مع افضل لاعب في العالم شبه كريستيانو رونالدو، في نفس الوقت برضو التعاقد مع وان بي ساكا. وان بيساكا هتقول لي يا عم ده كان مقدم مستوى وحش جدا مع مانشستر، اقول لك لا، وان بيساكا قبل ما يجي مانشستر كان بيلعب مع كريستال بالاس، الراجل كان مقدم مستوى استثنائي ومقدم مستوى عالي جدا مع كريستال بالاس، ولكن سولشاير هو اللي معرفش يستغل اللاعب. وفي نفس الوقت برضو اكتشاف مواهب شبه جرين وود الموهبه الانجليزيه اللي بارز جامد جدا مع مانشستر وليه مستقبل كبير جدا مع مانشستر. جرين وود كذلك اللاعب فان دي بيك اللي خطفوه من اياكس امستردام، ولكن نفس برضه موضوع وان بيساكا، سولشاير هو اللي معرفش يستغل اللاعب. اللاعب من ساعه ما جه مانشستر هو مش بيفرق الدكه، نزل قدام واتفورد حرج الناس كلها وقام حط هدف. طيب خلينا نمسك الموضوع من اوله. سولشاير لما جه مانشستر يونايتد، والحاجه دي الصراحه تحسب له، اللي هو مسك مانشستر في فتره الفريق كان بيعاني فيها، في فتره الفريق اصلا ما كانش قادر يصعد توب فور، مركز رابع حتى ولا مركز ثالث في الدوري الانجليزي، فدي حاجه تحسب لسولشاير. سولشاير مسك الفرقه كانت متبهدله، الحاجه اللي تحسب له ان هو خلص مانشستر من عاهات ياما جدا كانت عندهم في الفريق، عاهات ما ينفعش يلعب في مانشستر يونايتد، وكون تشكيلة يكاد أن تكون من أفضل وأقوى خمس تشكيلات في العالم، فدي حاجة تحسب لسولشاير. ولكن دي بقى فترة الحصاد، خلاص بقى احنا بنينا وعملنا وسوينا، دي بقى فترة الحصاد. للأسف ده آخر سولشاير، سولشاير ما يقدرش إن هو يحصد اللي عمله، ده مش مكانه. سولشاير ممكن مثلا يحقق نجاحات كبيره جدا مع فريق مثلا شبه بيرنلي، فريق شبه نيوكاسل، فريق شبه كريستال بالاس، اللي هما الفرق بتاعت منتصف الجدول. انما انت حاليا عشان تجيب بطوله كبيره مع مانشستر، تجيب دوري انجليزي، تجيب دوري ابطال، صعب جدا على سولشاير. الراجل ده مش الليفل بتاعه، خلاص سولشاير وصل لليفل معين كلنا عارفينه. فين بقى المدرب اللي فوق اللي هو يحصد لك، اللي هو يجيب لك الحصاد، يجيب لك البطولات؟ حاليا بيقول لك في موريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان. تقول لي يا عم ازاي ده الراجل بيدرب باريس سان جيرمان؟ بيقول لك برضو ممكن دي اخبار وتقارير صحفيه غير مؤكده، ولكن انا بقول لك على الاسماء المطروحه.
بوتشيتينيو عامل مسيرة كبيرة جدا مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي ومع توتنهام. الراجل توتنهام دي أيام عهد بوتشيتينو ما كانتش بتفارق التوب فور، أقل حاجة بتخلص فيها توتنهام مركز رابع. الراجل حاجة تحسب له جدا جدا، اللي هو كان مخلي توتنهام على المنصة عالية جدا في الدوري الإنجليزي، قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا قدام ليفربول ولكن خسره، فدي حاجة تحسب له جدا. حاليا الراجل مع باريس سان جيرمان وبيعاني مع الفرقة، فممكن تشوف مثلا باريس سان جيرمان بتعلن إقالة بوتشيتينو ومانشستر بتعلن تعيين بوتشيتينو، حاجة مش بعيدة. وممكن في نفس الوقت برضه تلاقي سولشاير بيمسك نيوكاسل وبيبني معاهم المشروع الجديد، فهي ايه مثلثات. كريستيانو رونالدو طلع يتكلم وبيقول ان هو عايز انريكي مدرب اسبانيا، وطبعا دي حاجه مستحيله، الراجل مقدم مستوى عالي جدا مع منتخب اسبانيا وداخل على كاس العالم، عمره ما هيسيب منتخب اسبانيا منتخب بلاده وهيجي يدرب فريق شبه مانشستر يونايتد. وانا بقول لك فريق شبه مانشستر يونايتد، لان لو مانشستر جابت مدرب كبير، المدرب الكبير ده انت كده بتحل مشكله بمشكله. ليه بقى؟ لان المدرب الكبير اللي هيجي دوت في الفتره الصعبه ديت مطلوب منه ان هو يحقق بطوله، يحقق الدوري الانجليزي او يحقق دوري ابطال اوروبا، ودي حاجه مستحيله. لو مثلا الموضوع الاقاله دوت كان جه من اول الموسم شويه، مثلا من اول مثلا الخساره بتاعت ليستر سيتي، كنت هقول لك ماشي، ساعتها انطونيو كونتي كان فاضي، ساعتها كان ممكن زين الدين زيدان يدور الموضوع في دماغه. انما انت حاليا الوقت متاخر خلاص، احنا داخلين على نص الموسم قرب يخلص، انت كده بتحل المشكله بمشكله. حاليا انت عايز تجيب مدرب، هتجيب مدرب صغير هيقعد معاك مثلا اكثر طموحه واكثر طموحك معاه ان انت تصعد توب فور، تخلص مركز رابع، تخلص مركز ثالث. انما انت ما تطلبش من اي مدرب يجي لك بطوله، لان انت كده بتعجزه بمعنى اصح. اتمنى يكون مانشستر يونايتد بيعمل الصح كده وماشي في الطريق الصحيح، وما يفكرش في اي بطوله، يفكر بس ان هو يخلص الموسم ده على خير، ومن بدايه الموسم الجديد يفكر بقى في حصد البطولات. بس كده ختاما، كان معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، ونشوفكم في حلقه جديده.